بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. معجزه شفاء المخلع بعد 38 سنه بتدينا كلنا روح الرجاء والامل. فعدو الخير تملي بيحاربنا بالفشل واليأس والاستسلام. هل أنا ممكن أقوم وأرجع وأتخلص من عادات اتملكت عليا بقالها سنين، فكر وغضب وإدانة وأفكار شريرة ولذة الخطية اللي ربطتني وأقعدتني مثل هذا المخلع؟ لكن النهاردة جايين وعندنا رجاء نسمع كلمة: قم احمل سريرك وامشي. قوم وارجع وربنا حيقدر يديني القوة لتخلص بيها من كل العادات اللي ربطتني سنين طويلة. المخلع لم ينسحب من عند البركة، و 38 سنة ممكن يكون إيمانه ضعف، رجاءه ضعف. وعشان كده أول كلمة قالها رب المجد لي: أتريد أن تبرأ؟ بجدد فيه تاني، لسه موجود اللي ممكن يشفيك، بجدد فيه روح الرجاء. 38 سنة يقول القديس أغسطينوس 38 دي عبارة عن 40 ناقص 2. الأربعين هي 10 في 4، 10 الوصايا والأربعة جهات الأرض الأربعة أو الأربع الأناجيل. فالأربعين بتكمل بتمثل كمال البر، وصايا المسيح اللي انتشرت في المسكونة كلها. فبيقول إلا اتنين، الاتنين دي واحد عمل كل الوصايا بتاعت ربنا إلا حاجتين. فمرة جه واحد ناموسي بيسأل السيد الرب بيقول له: أعمل إيه أو إيه هي الوصية العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. يعني واحد عمل كل الوصايا اللي مطلوبة منه لكن بدون محبة ربنا وبدون محبة الناس لا يستفيد شيء، لن يشفى. بولس الرسول يقول في رسالة كورنثوس: إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل العلم، وإن كان لي الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. هل أنا بعمل الوصايا روتين واجب مظهرية عشان الناس تمدحني، ولا في محبة ربنا ومحبة أخويا في القلب؟ زي الشاب الغني اللي جاي يسأل المسيح يقول له: أعمل إيه عشان أرث الملكوت؟ فقال له: أنت عارف الوصايا، لا تزني لا تقتل. فقال له: دي سهلة، الوصايا دي أنا حفظتها منذ حداثتي. ربنا قال له: طيب دلوقتي المفروض أن أنت تنفذها، دي الحاجة الصعبة شوية. قال له: اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. فاختم على القول ومضى حزينا لانه كان ذا اموال كثيره. سقط في الاختبار بتاع محبه المسيح، ما قدرش يسمع كلامه، ما قدرش ينفذ الوصيه، ما قدرش يتبعه حامل الصليب، ما قدرش يترك شوية من الفلوس،
من محبة العالم، من الشهوات التي تملكت على القلب. وبعد في نفس الإصحاح اللي ربنا اتكلم فيه عن الشاب الغني، اتكلم بعد كده ازاي عن صعوبة دخول الأغنياء المتكلين على محبة المال. فجي بعد كده بطرس ويقول له نحن تركنا كل شيء وتبعناك. انت بتتكلم على الترك، طب احنا تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاد أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات مع تغضات وفي الظهر الآتي حياة أبدية. دي اللي كان بيدور عليها الشاب الغني، لكنه تملك محبة العالم والمال والشهوات في قلبه خليته مضى حزينا. النهاردة كلنا جايين مع المخلع كده، وإحنا يا ربي هل ممكن ننال الشفاء؟ عندنا رجاء عشان نسمع كلمة في الآخر يقول له قم احمل سريرك وامشي، قوم من خطاياك. النهاردة فرصة وإحنا في الصوم قدسوا صوما ونادوا باعتكاف أراجع حياتي عن صدق وأكشف نفسي كده، هل أنا فيا، هل أنا الأول عارف الوصايا؟ هل أنا حفظتها؟ هل أنا بنفذها بمحبة من كل القلب؟ الذي يحبني يحفظ وصاياي. قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك. يا ابني اعطيني قلبك. طب وإذا كان القلب لسه فيه شوية خطايا كده ومحبة للذات والكرامة، ما فيش غير التوبة. المخلع ده اللي فضل متمسك بالبركة، والبركة بتمثل المعمودية والتوبة، التوبة اللي تخلي باب السماء يتفتح، باب الرحمة يتفتح. هم كانوا على مطروحين على بركة الرحمة. المزمور يقول امتلأت الأرض من رحمة ربنا. فالنهاردة فرصة، بنسمع كتير وأنا أقولكم أي أسابيع وشهور وسنين، لكن هل بنفذ؟ هل بقدم توبة؟ هل بعترف؟ هل بترك وتخلى عن الخطايا المقيداني؟ فرصة وممكن تضيع. الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. قال له تحب قريبك كنفسك. مش قادر أحب أخويا، مش قادر أسامحه. خلي بالك أحسن يجي أخويا ده في يوم الدينونة ويقف كده قدام ربنا يقول له ليس لي إنسانا يلقيني في البركة. خلي بالك أحسن أنا يكون أخويا ولا أصدقاء ولا في الشغل، يكون كان في إيدي إن أنا أساعده وأنا وقفت موقف سلبي. ليس لي إنسان يلقيني في البركة. البركة دي كانت أو التوبة بتعايزة مصابرة وجهاد ويقظة، عدم يأس واستسلام، توبة مستمرة وحياة مقدسة. القديس أغسطينوس يقول كلما زادت المحبة هان التعب. كل ما تزيد محبة ربنا في القلب حيهون التعب، حيهون حمل الصليب، حيهون الترك والمحبة ولذتها اللي تملكت في قلبي. كل ده حيهون لو أنا بحب ربنا. هل الصليب
يتحول للذة اللقاء مع المصلوب. ازاي هيبقى الصليب ده ملذذ، لذة للقلب. خبرة ولقاء اختبروا اللص اليمين فعلا على الصليب، اختبر اللقاء مع المصلوب فنال الفردوس. اللي هيهرب من الصليب هيهرب منه الفردوس. يقول هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا. ممكن نوصف مشاعر الرجل اللي بقاله 38 سنة في الضعف، مزلة، أنين، دموع، تهنات، تهنهدات في القلب، صراخ، كل دي مشاعري وأنا في الخطية بعيد عن ربنا. حتى نوصل نقول له مفيش حد يلقيني، الجميع تركوني. لما أوصل للحالة دي حلاقي المسيح واقف جنبي. هذا رآه يسوع. لو وصلت إن مفيش حد جنبي والناس كلها سابتني، حلاقي المسيح اللي جاي بيدور ويبحث ويتعب ويخبط على قلبي عشان ياخدني في أحضانه، يحملني بين ذراعيه على منكبيه، يهتم بيا ويرعاني علشان يهبني الشفاء الجسدي والنفسي. محبة الله ومحبة الآخرين، تحب قريبك كنفسك، ومحبة الآخرين دي نبع من محبة الله. لو أنا بحب ربنا بجد هبذل كل تعب من أجل إخواتي. أختم بقصة لأبونا بشوي كامل عن محبة البذل والتضحية وخدمة الآخرين، وناخد منها المثل. كان قال لي أحد الخدام إنه هو كان زمان وهم كانوا من عيلة من الصعيد وكانوا متعودين يروحوا اسكندرية، فبيحكي لي الخادم ده كان هو الأخ الصغير، إن أخوه كبير وهم في اسكندرية بدأ كده إن هو إيه يعني مش عايز يروح الكنيسة، مش عايز يصلي، في نوع من التمرد اللي بيجي ساعات للشباب في السن ده. فالأم كده وهم كانوا من عيلة متدينة تملي مواظبين على الكنيسة، فخافت على ابنها ازاي يجي الوقت دلوقتي اللي يقول مش عايز اروح الكنيسة، مش عايز اصلي، بيروح عايز بس يروح يتفسح، يروح البحر. فبتحكي لأختها اللي كانت من اسكندرية، فقالت لها طب خلاص نكلم ابونا بشوي. فقالت لها معقول ابونا بشوي حيجي؟ ده احنا يعني ما يعرفناش، ناس متغربين، ودي يعني حكاية ولد لسه صغير عنده 16 سنة، هل حيهتم بيه؟ فقالت لها حيجي، واثقة، واثقة ان ابونا بشوي حيجي. وفعلا كلموا ابونا بشوي فاداهم معاد، وكلهم بقى يعني مستنيين، يعني في شوية قلق ايه اللي هيحصل، هل حيجي ابونا يقول له كلمتين يفوقوا، هي كلمتين يعني ممكن يعني ينتهروا شوية، طب ورد الفعل بتاعه هيكون ايه، حال ما ممكن يعني يقول كلمة يصر يبقى مصمم ان هو ما يرجعش الكنيسة. فدخل ابونا بشوي وبعد ما سلم عليهم بعدين بيسألهم انت بقالك قد ايه هنا في اسكندرية؟ فقالوا بقالي كذا يوم. قال له زرت يعني شوية المعالم اسكندرية، معهد الحلمائية، انقود انطونيو يعني. فقال له لا، قال له بكرة حجيلك اعدي عليك واخدك ونروح نشوف المكان الاماكن دي. طبعا ممكن نتخيل لو ابونا بشوي جي قال له طب بكرة اجي اخدك ونروح الكنيسة كان ممكن الولد يعمل ايه، لكن قال له هنيجي. وفعلا جه خده وتفسح معاه شوية. وطبعا ابونا بشوي في النص كده طبعا ليه طريقته كده، ازاي يتكلم عن ربنا، ازاي وراله محبة ربنا. ورجع وتكرر السؤال وتكررت الزيارة قبل السفر، العيلة دي ما ترجع تاني للصعيد. وكانت في علاقة قوية بين هذا الابن، طبعا رجع الكنيسة بقوة.
لدرجة ان الابن ده بعد كده زي ما بيحكي لي الخادم انه يعني بقوا بعد كده لما عايزين حاجة من ابونا بيكلموا مين؟ هو الولد ده اللي بيتوسط، الاخ الكبير اللي بيتوسط عند ابونا بشوي. ابونا بشوي يورينا المثل، ناس مش من اسكندرية، مش من ملتزمين بالكنيسة عنهم عنده، وشاب صغير وتضيع معاك وقت، طب ما في لك شعب كبير، لكن بيدور على كل خروف ضال. وكان ممكن يقول طب كفاية أنا ممكن أعمل لهم تليفون، ولا يعني أسأل لما أشوفهم في الكنيسة حتى أسأل الأم أنتوا أخباركم إيه، طب هصلي لك. لكن تعب وبز، حب ربنا يهون عليه كل تعب، حتى أن الخروف الضال ده يرجع. وبقت علاقة قوية للأسرة كلها بربنا وبالكنيسة وابونا بشوي والأخ الصغير اللي هو دلوقتي خادم، شاف المثل والنموذج وتمثل قد إيه أقدر إن أنا أخدم وأحب أخويا. ربنا يدينا كده. آخر كلمة كان قالها ربنا للمخلع: لا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. أحذر من الخطية، اوعى أن أنا أتساهل معها، لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. الخطية بتفصلني عن المسيح وعن الملكوت، له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.